السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. جديد مدينة تمارا، في هذا الفيديو هذا غادي نسلط الضوء على أصحاب الشكايات ونشير لبعض النقاط اللي هي كاينة في تمارا. كما كيعرف الجميع فمجموعة من الأسر لا زالت تتخبط في دور الكراء. بزاف ديال الناس مساكن باقين كيتحاربوا مع الكراء. ريتاما ياخذوا الحق ديالهم اللي كنهضروا عليه، اللي هو الاستفادة من البراكة اللي كانوا فيها. رسالة للسيد الوالي اليعقوبي، لأننا منه كننتظروا الضوء الأخضر وباقي الملحقات الإدارية بتراب جماعة تمارا وبجهة الرباط سلا القنيطرة بالضبط بعملة صخيرة تمارا، لأن مجموعة من الأسر تنتظر بفارغ الصبر الفرج اللي هو فتح باب الناس اللي وقع في حقهم الإغفال. كاينين مجموعة من الأسر مساكن راه لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس تغلبوا، الناس كانوا جامعين واحد البركة باش يدفعوها وفرحانين حتى هما غيدخلوا الشقق ديالهم حتى كيلقاو راسهم خارج أسوار الاستفادة، لدرجة أنه في المرحلة ديال الإحصاء وفي المرحلة ديال إعادة الإحصاء شفنا مجموعة من رؤساء الدوائر تأسفوا وتعجبوا الأمر بعض الأسر كيفاش حتى ما دخلاش في الاستفادة. وهناك وعود بطبيعة الحال وتأكيد من قياد الملحقات الإدارية لأنه إن شاء الله ما غيضيعوش الناس وغيستافدوا. فكنناشدو السيد الوالي اليعقوبي بإعطاء الضوء الأخضر للناس ديال الشكايات، والله القاسم من الإنسان كيموت عرق بعرق بكثرة التفكير، لأن كل شيء كيجري في الدنيا ورا قبر الحياة. أنا ما كنقولوش نعطيو الناس نفرقوا عليهم الشقاق، ولكن الناس اللي من حقها تاخد خاصها تاخد. وكاين أمثلة كثيرة، كاين أمثلة ديال الناس اللي من رجعوا لهم الوراق ديالهم لقاو الناس كاينة، لقاو الناس قاطينة، لقاو الناس فين ما كتبغي تصاوب البطاقة الوطنية ديالها كتجي للمقاطعة ديالها، نهار كتبغي تمشي تصوت كتمشي على الدوار ديالها، نهار كتبغي تمشي للسبيطار كتمشي للسبيطار الحومة اللي حدا الدوار ديالها. وليداتهم كيقراو يا في أنس بن مالك، يا في بن الهيثم، يا في الموحدين، يا في المدارس اللي يعني جميع الشروط اللي ممكن الانسان خصها تكون فيه باش يستافد راه كاين. كاين الناس اللي مخلصه الاوراق ديال المليون ونص، المليون، المية وما استافدتش. اكيد الله يكون في العوان، الملف كان واحد الضغط كبير، كنهضروا على ارقام كبيره، لكن رجاء والله العظيم يوميا نتوصل مجموعة من الرسائل. خويا نساونا، خويا واش ما غنستافدوش، خويا هادي، خويا راه كنمشي وما كاين والو، باقي يعني اليوم. والله القسم صديق ديالنا، والله العظيم من اطيب خلق الله ومن الناس اللي كان خاصهم يكونوا خداو، يتفاجأ انه تم الاغفال ديالو
يعني وعنده الجواب ديال ان كيقول له لو مثلا راه يتم الاغفال ديالك، كيقول لك انا شنو ذنبي دابا عام وخمس شهور وانا كنتسنى. يعني مني كتكون واحد القرعه ولا جوج في عمالات صغيره تبارا، لا باس انه يتم الادماج ديال مره خمسه مره عشره هكذا، غادي تحل المشكل ديال صحاب الشكايات على تيساع. فكنتمناو من الله ان هذا المشكل هذا يتحل. الحمد لله مدينه تماره وعماله صخره تماره بصفه عامه كتعرف تغييرات كبيره جدا على مجموعه من الاصعده، لكن باش تكمل الفرحه كنتمنى من الله ان الملف ديال اصحاب الشكايات يتفتح، وكنوه بالمجهودات الكبيره اللي كتقوم بها السلطات المحليه، لان ما كانش غير الملف ديال البرارك، كاين الملف ديال البرارك، كاين الملف ديال الاسواق النموذجيه، كاين ملفات اخرى. يعني الله يكون في العوان. كنتمنوا من السيد الوالي اليعقوبي انه يفتح لنا هذا الباب هذا ديال اصحاب الشكايات، باش الناس تدخل تقضي الغرض ديالها، خصوصا حنا في العطله دابا في الصيف، باش على الاقل الناس تعرف فين توجه، فين تقري وليداتها. الناس مسكره ولاو تالفين لواحد الدرجه ما تتصورش. كما قلت لكم مدينه تماره كتعرف تغييرات كبيره الحمد لله، ولعل ابرز التغييرات شارع الحسن الثاني من المدخل الشمالي من اتجاه العاصمة الرباط في اتجاه مركز المدينة. كنشوفو كذلك أشغال الوفاق شارع سهل الرون، شارع أمينة بن تواب، كنشوفو ولاد مطاع شارع سهل الرون، كنشوفو المسيرة جوج شارع الأدارسة، كنشوفو أسواق نموذجية، سوق الحار، سوق البلدي، سوق القصابة. يعني الأمور الحمد لله غادا بتدريج. كنتمنى والله نشوفو أمور أخرى في السكيكينة، في حي النصر، في نقاط مختلفة، في اتجاه القروش. الله يدير لي فيها الخير والله يسخر الأمور، ونتمنى من العلي القادر أن يتيسر إن شاء الله الملف ديال أصحاب الشكايات، لأن الناس والله كتعاني. حنا كنقولوا اللي عنده شي حق ياخذ، ما نعطيوش لشي واحد شي حاجه اللي ما يستحقهاش، ولكن الناس المساكن اللي وقع في حقهم الاغفال، الناس اللي يعني حكم الملف كان ضغط كبير وهذا ولا بد غادي يوقع اغفال او ما شابه ذلك، فكنتمنى من الله الناس هذو اللي وقع في حقهم الاغفال وهذا يتعطاهم الضوء الاخضر باش يدخلوا يستافدوا. الناس مستعدة تخلص من غدا تقضي غرضها، لأنه نهار من بعد نهار كضيع عليها الفلوس ديال التصبيق ديال النوطير، ما تلقى باش تواجه نهار تكون الاستفادة. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير.